مرحبا يا رفاق، كيف الحال؟ اليوم سنكتشف نشاطا جديدا من المحور الثالث رباب والبالونات من كتاب عقود الحروف. كانت رباب تلعب بالبالونات، طار البالون الأحمر، طار البالون الأخضر، وطار البالون الأبيض. فراحت رباب تبكي. ها هو البالون الأخضر، إنه في أعلى البيت. هنا أعلى البيت، أين هو البالون الأخضر؟ في أعلى البيت. أعلى، هنا أعلى. أحسنتم. أما البالون الأحمر هو في أسفل الزلاقة، في أسفل الزلاقة، أسفل الزلاقة. هنا أعلى الزلاقة، هنا أسفل الزلاقة. أين هو البالون الأحمر؟ في أسفل الزلاقة. ممتاز، سنتابع النشاط. انظروا إلى هذا الرسم. من يوجد في أعلى السلم؟ الأرنب. إذن أين هو الأرنب؟ في أعلى السلم. جيد. ومن يوجد في أسفل السلم؟ الكلب. جيد. الكلب في أسفل السلم. الأرنب في أعلى السلم، والكلب في أسفل السلم. لننظر إلى الرسم الجديد. هنا، أين هو العصفور؟ في أعلى الشجرة. جيد. وأين هي الفراشة؟ في أسفل الشجرة. ممتاز. وهنا، انظروا إلى هذا الرجل. أين وضع العلم الأحمر؟ جيد، في أعلى الجبل. وأين وضع العلم الأخضر؟ في أسفل الجبل. إذن أعلى الجبل، أسفل الجبل. أين هو العلم الأحمر؟ جيد، في أعلى الجبل. وأين هو العلم الأخضر؟ في أسفل الجبل. ممتاز. والآن لننتقل إلى شريحة النشاط. تقول التعليمة: اضغطوا على أعلى الشجرة كي يحط العصفور عليها. هيا، أين هو أعلى الشجرة؟ ضعوا الإصبع على أعلى الشجرة. أحسنتم، هنا أعلى الشجرة. أحسنت. أحسنتم، حط العصفور على أعلى الشجرة. سنكمل مع شريحة جديدة. تقول التعليمة: اضغطوا على أسفل الشجرة كي يتنقل السنجاب تحتها. هيا، ضعوا الإصبع على أسفل الشجرة. هنا. جيد جدا، هنا أسفل الشجرة. سنحاول. أحسنت. أحسنتم، إذن أين هو السنجاب؟ في أسفل الشجرة. جيد جدا. أما الآن سننتقل إلى القصيمة.
خذوا النشاط السابع من محور رباب والبالونات. تقول التعليمة: ألون البالونة في أعلى الدرج. إذن عليكم أن تلونوا فقط البالون الموجود في أعلى الدرج. والآن هيا إلى العمل، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء.